إن شاء الله راح نعرض لكم في هذا المقطع الفيديو مجموعة كبيرة من العينات التي درستها في السابق. مثل ما تلاحظون هذه عبارة عن أنسجة طحالب ونباتات، وهذه أيضا أنسجة نباتات متواجدة في البيئة، أخذتها وحطيتها في المحاليل لدراسة المخلوقات الدقيقة. وهذه بكتيريا أخذتها من التربة مثل ما تلاحظون، هذه عبارة عن صخور عظام عظم الديناصور مثل ما تلاحظون، متحجرة قبل 60 مليون سنة. هذه عبارة عن بكتيريا أخذتها من البحر مثل ما تلاحظون، هذه عبارة عن خلايا أخذتها من شاطئ البحر، طحالب ومع ميكروبات وطفيليات أخرى تعيش على شاطئ البحر. هذه أيضا بكتيريا أخذتها من التربة مثل ما تلاحظون، يوجد أكثر من 4000 بكتيريا متواجدة في التربة. وهذه أيضا طحالب أخذتها من بركة مائية متواجدة في الأحساء مثل ما تلاحظون. هذه أيضا أخذتها من بركة مائية يوجد فيها طحالب وخلايا كثيرة جدا. هذه عبارة عن خلايا طحالب أيضا وميكروبات وطفيليات وديدان مجهرية. هذه أحد تجاربي في المضادات الحيوية مثل ما تلاحظون، يعني تجارب على مستوى مضادات الحيوية البكتيرية، ممكن تسوون تجارب كثيرة، يعني تجارب كثير حلوة. أيضا هذه أحد تجاربي على مستوى علم الأمراض النباتات والأنسجة النباتية مثل ما تلاحظون. هذا أحد النباتات التي درستها في الماضي، درست الميكروبات المتواجدة فيه والعمليات الحيوية المتواجدة داخله، درست الميكروبات والأمراض اللي فيه. وهذا طحالب متواجدة في التربة. وهذه أيضا يعني عبارة عن أنسجة نباتية مع طحالب أخرى، فصائل أخرى. هذا أحد النباتات التي درستها في السابق، وجلست أستخلص منه المواد الحيوية، وكان فيه فطريات كثير يعني. وهذا عبارة عن فطريات وبكتيريا. وهذا أيضا في بكتيريا فصائل أخرى، ممكن تلقون بكتيريا كثيرة يعني متواجدة. هذه أنواع من الحشرات واليرقات المجهرية، كنت أدرس الحشرات قبل في السابق. هذه عاد درستها من درست الميكروبات والطفيليات المتواجدة في أحد البرك المائية، كان فيه نسبة كبيرة جدا من الفطريات. هذه طبعا طحالب بس ما ينشف. وهذه أيضا طحالب بحرية ثانية، فصائل نجمية. طبعا في أحادي الأخلية يعني في
فصائل كثيرة جدا، وهذه عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من المخلوقات الدقيقة، بحار وبكتيريا وأحادي الخلية، أنواع كثيرة من الميكروبات. هذه طبعا صخور ترجع إلى الصخور البركانية. هذه عبارة عن تقريبا، أنا أعتقد أنها عظمة مخلوق حي، قد ترجع إلى قبل 20 مليون سنة. فيها أحافير صغيرة جدا، طبعا هذه عبارة عن نوع من أنواع القشريات التي تعيش في البحر قبل 400 مليون سنة من عصر الديفوني. يشبه الرخويات والمخلوقات الرخوية مثل ما تلاحظون، متحجر، حصل استبدال بين خلايا المعادن. هذا طبعا مثل ما تكلمنا في السابق عبارة عن صخور بركانية. هذه صخور بركانية بعد مثل ما تلاحظون، ممكن تلقونها يعني متواجدة في جنب البراكين. هذه أحد الحشرات التي درستها، عبارة عن خنفساء، ممكن تلقون يعني خنافس كثيرة. هذه عبارة عفوا يعني المكان متسخ وفي ميكروبات كثير. هذه عبارة عن عظمة متحجرة، قد ترجع إلى أحد الحيوانات الكبيرة جدا مثل ما تلاحظون، قد ترجع إلى ذئب أو حيوان آخر. هذه طبعا عبارة عن طحالب وبكتيريا وطفيليات أخرى، ديدان وغيرها من المخلوقات. طبعا هذا عبارة عن نوع من أنواع الكائنات البحرية التي تعيش على شواطئ البحر، مرجان البحر. طبعا درست بيض أحد الطيور، ترجع إلى فصيلة من فصائل الطيور الصحراوية اسمها البدية، قد ترجع إلى فصائل من الحمام بس الصغير ويكون لونه بني. درست البيض حقتها يعني، وشفت الأجنة ودرست الجنين، وكتبت كتاب كامل على علم الأجنة التي ترجع إلى هذا الفصيلة من فصائل الحمام. طبعا هذا عبارة عن، خليني أفتح لكم، عبارة عن أسنان أحد أسماك القرش الكبيرة اللي اسمها ميجلدون. طبعا العينة متحجرة، عمرها أكثر من 60 مليون سنة من عصر الطباشيري، نهاية عصر الطباشيري. طبعا هذه حبوب الفاصوليا كنت أسوي عليها تجارب، وأنا أنصح أنهم تدرسون المخلوقات يعني وتشوفون الميكروبات المتواجدة فيها. هذه فصائل من النمل، ذكور النمل، كنت أدرس الحيوانات المنوية اللي داخلها، وكنت أشوف يعني أدرسها من ناحية تسريحية أيضا. هذه بيضة دجاج كنت أسوي عليها تجارب على مستوى الحيوانات المنوية التلقيحية الخارجية.
هذه أحد الأسماك التي درستها في السابق من الناحية التشريحية طبعا. هذا أحد النباتات التي درستها في السابق ودرست الأمراض اللي فيه، وكان فيه يعني أمراض كثيرة جدا ممكن تشوفها مثل الميكروبات والطفيليات. هذا أحد الزهور التي درستها في السابق وشفت فيها أنواع من الفطريات، يعني فيها أنواع من الفطريات كثيرة جدا. وهذا أحد النباتات التي درستها في السابق أيضا وشفت فيه أنواع كثيرة جدا من الأحياء الدقيقة مثل الميكروبات، بكتيريا، الفطريات وغيرها، وأنواع من الديدان. طبعا هذا أحد الحشرات التي هذه أحد النباتات التي درستها في السابق من سريلانكا، واكتشفت فيه أنواع من الديدان المجهرية. هذه أحد تجاربي على الحبة السوداء، واكتشفت فيها فصائل من الفطريات والبكتيريا. طبعا هذا أحد النباتات اللي يعيش في فصل الشتاء، يكون شفاف مثل الحبون، ومنتشر بنسبة كبيرة جدا في الأحساء بس في فصل الشتاء، ويتحمل الظروف الصعبة. طبعا هذا أحد عظام الديناصورات التي درستها في السابق، ترجع إلى ديناصور، عظم الديناصور متحجرة قبل 60 مليون سنة، في نهاية العصر الطباشيري. أغلب العظام اللي أدرسها من نهاية العصر الطباشيري. هذا أحد صدفات المحار التي درستها في السابق. هذه أحد العظام التي درستها في السابق، عبارة عن عظم الديناصور، عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة مثل ما تلاحظون. هذه أحد العظام التي درستها في السابق، ترجع إلى سمكة ضخمة جدا، قد ترجع إلى حوت. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق أيضا، وترجع إلى نوع من أنواع القباقب، فصيلة من فصائل القشريات. وهذه أيضا أحد تجاربي الثانية في على مستوى الحبة السوداء، درست الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها. هذه أيضا درستها في السابق، ترجع إلى فصائل كثيرة جدا من الديدان المجهرية. هذه أيضا من العينات التي درستها في السابق، ترجع إلى أنسجة نباتات متليفة، حصل لها تليف في الأنسجة. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، وطبعا هذه العينة عبارة عن نوع من أنواع الرخويات، قوقعة، عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة.
هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن خلايا تحارب بكتيريا. هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نوع من أنواع الأسفنج البحر. أسفنج البحر منتشر جدا عندنا في شواطئ نصف القمر. هذه عبارة عن أحد تجاربي على أنسجة اللحم وزراعة فيها ميكروبات وطفيليات مراقبتها. هذه أحد عيناتي التي درستها في السابق، عبارة عن حشرات وخنافس كبيرة جدا مثل ما تلاحظون. هذه أحد تجاربي السابقة أيضا على أنسجة النباتات التي درستها في السابق. هذه النبتة أخذتها من سريلانكا ودرستها، درست الميكروبات اللي فيها والطفيليات اللي فيها. طبعا هذه أحد العينات المتحجرة، ترجع إلى نوع من أنواع النباتات المتحجرة، درستها قبل فترة جدا، يعني عمرها أكثر من 300 مليون سنة. طبعا هذا احد الصراصير التي درستها في السابق، صرصور يعيش في سريلانكا عمره لا يقل عن 5 سنين. هذه احد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن قشرة محار، اكتشفت فيها الطفيليات والميكروبات المتواجدة فيها. طبعا يوجد هنا نوع من انواع الميكروبات اللي كنت احتفظ فيها متواجدة على انسجة نباتات، لذا لا استطيع ان افتحها واعرضها لكم. طبعا هذه احد النباتات التي درستها في السابق، ترجع الى نوع من انواع النباتات المتحجرة. هذه احد النباتات التي درستها في السابق ايضا، اكتشفت فيها فطريات كثيرة بنسبة كبيرة جدا، فطريات لونها أبيض. هذه عبارة عن بكتيريا وميكروبات أخذتها من أحد البحيرات المتواجدة جنبنا والبرك المائية المتواجدة. طبعا درستها بأجهزة كبيرة جدا مثل هذه الأجهزة. مثل ما تلاحظون يوجد لدي أجهزة كثيرة جدا لدراسة الميكروبات والتشريح، يعني وأجهزة كثيرة جدا.